موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، قال بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هذا الحديث أيضا ضمن جملة الأحاديث التي ساقها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الرقائق والزهد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه، يعني كانت الآخرة قصده ونيته، يعني هو نيته مصروفة للآخرة وقصده مصروف للآخرة. وهنا ربما يختلط المعنى على البعض فيظن أن هذا يتعارض مع فعل المباحات مثلا. لا تعارض ولا شيء، وإلا فهذه المباحات الإنسان لو تعامل معها على أنها خادمة للآخرة كانت من أهل هذا المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المني، مني الرجل. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا يأتي أهله ويكون له بذلك أجر؟ ده أمر يعني شهوة مش عبادة ولا حاجة يعني. قال: أرأيتم إن جعلها في الحرام ألم يكن عليه بذلك وزر؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا فعل المباح يتعفف به عن فعل الحرام، أو فعل المباح يتبلغ به ما يعينه على الآخرة، تحول إلى عبادة، تحول إلى عبادة. وكان السلف رضي الله عنهم يقول بعضهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني النوم اللي أنا بنامها بحتسبها زي ما بحتسب قيام الليل، لأنه بغير هذه النومة لا أستطيع أن أقوم الليل، ولذلك بغير ما أتزوج لا أستطيع إعفاف نفسي عن الفاحشة أو إطلاق النظر أو نحو ذلك، بغير الكسب والسعي في الأرزاق لن أستطيع إعفاف نفسي عن سؤال الناس، بغير تربية أولادي والله مع زوجتي ونحو ذلك لن تستقيم لي الحياة الطبيعية التي أخذهم من خلالها إلى الآخرة. ولذلك ليس المقصود بمن كانت الآخرة همه أنه المقصود بها أنه هو يصلي ويصوم فقط مثلا، ويروح ويحج ويعتمر ويمسك المصحف طول اليوم 24 ساعة، لا ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن كل شيء في حياته مصروف له الآخرة، كل شيء بيعمله هو بيترجمه عشان الآخرة، بيأكل عشان الآخرة، بيشرب عشان الآخرة، بيجامع عشان الآخرة، بيعمل كل شيء يفعله يريد به الآخرة. طيب هل ده شرط؟ لا طبعا مش شرط، إنما هذا حال السباقين. ما هو إحنا كتير منا ممكن يسهو عن هذا المعنى، يعني كتير منا بيسهو، فضلا عن أن كثير من الناس أصلا لا يعرف هذه المعنى، أو يعرفها ولكن ينساها ولا تخطر له على بال، فيفعل المباحات ونحو ذلك بغير نية إعانة على
الآخرة مثلا. ولذلك الذي يكون تكون الآخرة همه هذا شغله الشاغل مشغول بما الذي سيكون يوم القيامة من مصير، ما هو مصيري عند الله يوم القيامة، مشغول بذلك في كل حركة وفي كل سكنة. يعني على سبيل المثال إذا شيك، إذا شيك يعني أصيب بشوكة مثلا ولا حاجة، شكيت إبرة ولا حاجة، تراه يربط ذلك بالآخرة، يقول أيها ربما كان هذا من باب تكفير ذنب، ربنا ابتلاني دلوقتي بالشيء ده عشان أنا فعلت ذنب، أو ليختبر مني، ليرى مني صبري، أو ليرى مني تفكري ودعائي. ولذلك المؤمن كل حاجة في حياته، كل حاجة في حياته ليها تفكر، عبادة التفكر دي عبادة عظيمة جدا. ولذلك كل شيء في حياة المؤمن بيربطه بالآخرة، صغير كان أو كبير. علشان كده لو المعاني دي استحضرت دايما خلاص ده أسعد إنسان. ولذلك إحنا بتصيبنا التعاسة ويصيبنا ما يصيبنا من الهموم الدنيا بسبب أننا بنغفل عن هذه المعاني، بننساها، يعني اللي عارفها حتى مننا بينساها مع الوقت. ولذلك نرتكب المعاصي ونحن نعرف هذه المعاني، نحن نقول الذي يفعل المباحات وينتوي بها ما يعين على الآخرة هذا من الذين هم الآخرة همهم. طيب إحنا لما بنرتكب المعاصي بيبقى هذه الأوقات أوقات غفلات، أوقات نسيان، وإلا لو واحد هو بيرتكب المعاصي افتكر الله الفعل ده أنا يعيني على الآخرة، طبعا بلا شك لا مش هيفعله، لكن بنفعله، بنفعل المعاصي. لماذا؟ لأن الشيطان بيغفلنا، نفوسنا بتأخذنا ونحو ذلك. ولذلك المجاهدة في الدنيا هي تدور حول هذه المعاني. المجاهدة في الدنيا هي أن يسخر الإنسان كل شيء في الدنيا لأجل الآخرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يلخص هذه المعاني في كلمة مجازة جدا، فكانوا إذا عاتبوه صلوات الله وسلامه عليه على خشونة عيشه وتركه للحياة الدنيا كان يقول مالي والدنيا، مالي والدنيا، إن مثلي والدنيا كمثل رجل استظل في ظل شجرة ثم انصرف عنها. يحضرني أحد الإخوة يعني أول امبارح بيكلمني بيحكي لي موقف يعني لطيف يعني مضحك، وهو في ذات الوقت في معنى إيماني. بيقول لي أنا زوجتي يعني تعبانة شوية أو مريضة أو نحو ذلك، وبعدين عايزة بقى تعمل الحاجات اللي في البيت ونحو ذلك، فأنا بساعدها، فبتيجي في أيام مش مريضة ولا حاجة، فتيجي عايزاني أشيل وأحط ونحو ذلك، وأنا يعني بعمل في الدعوة، وطبعا شغل الدعوة عندي بياخد مني وقت وكده. فأنا بقول لها، قالت لي لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهل بيته، كان في مهنة أهل بيته. فرد عليها الأخ رد جميل جدا، طب أنا عايزكم تستنتجوا كده. الزواج. ها؟ الزواج. الإيه؟ الزواج. الإيه؟ الزواج. ده هي بتقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهل بيته، كان بيشتغل مع أهله في البيت. المهم يعني عايزاه يعينها في البيت، فهو بيقول لها أنا راجل بدعو إلى الله وكذا والوقت عندي ضيق وكذا، فرد عليها رد جميل جدا. أنا بحاول كده يعني أثيركم كده عشان تستحضروا المعنى ده، لو فيكم حد داعي ولا حاجة يعني يعرف يرد بعد كده الرد الجميل اللي قاله الأخ ده. فقال لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لكان عنده أنتريه ولا صالون ولا تلاجات ولا غسالات ولا عنده مكتات ولا عنده كل الكلام ده كله. هلا انت تقول لي بتاع ده كان في مهنة اهل بيتي، هم كانوا حصيره ولا بتاعه بيشيلها ينفضها معاه ويحطها لها تاني وخلاص على كده.
انما انت عايزاني انتريه وصالون ومش عارف واشيل معاك السفره والتلاجة اللي مش عارف ايه والمطبخ اللي مقلوب والمش عارف ايه اللي اعمل معاك ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كانش عنده اصلا كل اللي انت بتقولي عليه ده، عشان تقولي كان في مهنه اهل بيته اصلا، ما كانش عنده حاجه اصلا. فلما هيعمل مع اهل بيته هيعمل ايه يعني؟ هيشيل لهم الحصيره ولا حاجه ينفضها ويحطها لهم تاني. ففي الحقيقه يعني هذا المعنى مع طرفه للتعبير يعني اعجبني جدا. هو في معنى ايماني رائع جدا، وهو فعلا سبحان الله العظيم احنا ناخد الشرع حاجات كده على مزاجنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهل بيته، ايوه في اهل بيته، واهل بيته عندهم 10 مراتب، اهل بيته عندهم 10 لحفه، وعندهم 500 فوطه، وعندهم مش عارف 50 سجاده، وعندهم زينا كده يعني. هم كان هم حته بتاعه محطوطه على الارض وبيناموا عليها هو السيده عائشه او هي واحده من النساء وخلاص منتهين على كده. فلما هيساعد في البيت هيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيعمل ايه يعني؟ هيشيل ايه ويحط ايه؟ فقال لها انا داعي يعني، انا عندي وقت تاني عايز اقضيه يعني في الدعوه الى الله وكده، وانت هتشغليني وكده ونحو ذلك يعني. فالغرض المقصود يعني ان العمل للاخره يعني من اعظم ما يكون في تطبيق معناه هو احتساب كل شيء من امر الدنيا للاخره. هو ده اللي من كانت الاخره همه، كل حاجه مشغول، الحاجه دي هتنفع في الاخره ولا مش هتنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم. جعل الله غناه في قلبه. الحديث دي والله يا اخوانا حاجه رائعه جدا، اختيار الائمه رحمه الله عليهم. جعل الله غناه في قلبه، شوفوا المعاني الجميله الرائعه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال جعل الله غناه في قلبه، ما قالش ايه ها، ما قالش ايه اغناه الله مثلا، مش كده؟ من كانت الاخره همه اغناه الله، لا، قال جعل غناه في قلبه، لانه مش شرط ان السعاده تكون في غنى ايه المادي، الغنى المادي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثره الايش العرض، انما الغنى غنى النفس، غنى القلب، ان القلب يكون مستغني، مستغني بالله سبحانه وتعالى. يعني مستغني بالله يعني ايه؟ الحمد لله، قانع، قانع. ولذلك تجده حاسس ان هو اغنى واحد في الناس. وهذه الصوره الحمد لله موجوده في كثير من اخواننا، والله انا رايت كثيرا من اخواننا، ربنا يحفظهم، رايت كثيرا من اخواننا على هذا النحو، وهو فقير، تفضل، هو فقير من الفقراء، رايت كثيرا من اخواننا على هذا النحو، تراه تشعر فيه غنى النفس مع فقره. وذلك هو ده المعنى ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. وجعل له شمله، انتوا خدتوا بالكم بس من اللي فاتت دي؟ جعل الله غناه في قلبه، حتى لو معهوش فلوس، حتى لو ما عندوش املاك، بس هو حاسس انه غني. ومعذرة، فكروا يا اخواننا في كلمة غني، يعني ايه كلمة غني؟ لغويا كمان مهمة جدا، غني يعني ايه لغويا؟ يعني غير محتاج لغيره، غير محتاج لغيره. فالغني مش شرط الغنى المال يعني، المستغني. فهو مستغني يعني لو واحد مثلا واكل وشبعان تيجي تحط له اكل هياكل؟ ليه؟ هو غني عن ذلك، عنده خلاص، هو موجود خلاص، فهو مستغني. ولذلك الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يغنيه عن الناس ويجعل غناه في قلبه، دي حاجة بقى في أعلى الدرجات. إنه حتى لو هو لابس ثوب واحد لكنه شاعر إنه هو أغنى الناس، لأنه مش مستني من حد حاجة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثال في ذلك، رضي الله عنهم وأرضى. مصعب بن عمير يسيب الغنى اللي ما كانش له مثيل، كل يوم كان بيلبس حاجه شكل ويحط عطور شكل وياكل شكل ويشرب شكل، يموت مصعب بن عمير وما عندوش غير قميص واحد، هو قميص واحد اللي كان رايح جاي بيه،
النبي صلى الله عليه وسلم يعدي مصعب كده وهم قاعدين قبل يوم احد, يقول لقد رايت هذا في مكه وقد تخشف جلده. مصعب معدي وايده خشنه, مش خشنه عشان ما بيتنضفش, لا خشنه من كثره عدم التنعم. عدم التنعم يعني نايم في فرشه خشنه ونايم في مكان خشن وعايش عيشه خشنه, فجلده بيتخشن لوحده. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر فقال لقد رأيت هذا في مكة, وليس في مكة أبهى منه. مفيش في مكة, في شباب مكة كلها أبهى من ده, ما شفتش واحد أبهى من ده في شباب مكة. وهو هو اللي جلده يتخشف ويموت يوم يموت, لا يجدون له إلا بردة واحد, كما يقولون الحديث مشهور وكلنا عارفينه رضي الله عنه وارضاه. لكن مصعب كان حاسس ان هو اغنى واحد, مع انه هو كمان ده اصلا جاي منين, ده لو هو جاي اصلا من اسره فقيره مش هتفرق اول مساله معاه, لانه متعود على ليه, متعود على الفقر. لا ده جاي من وسط راقي, وفجاه حاله الشكلي والظاهر يتغير تماما, مع ذلك هو من اغنى الناس في نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله, جمع له شمله. نسأل الله أن يجمع لنا ولكم شمله, جمع له شمله أي جمع له كل متفرق من أمره. كثير من الأمور عندنا نفسنا تتجمع, ربنا يجمعها علينا, يعني كثير جداً, ابتداء من أمور تعاملنا مع إخواننا, أموالنا, أبنائنا, نحو ذلك, تتمنى أن يجمع الله لك شملك فيها. فالله يجمع له شمله. يجمع له شمله ليه؟ علشان يغنيه عن الإيه؟ عن الانشغال, يفرغ عقله لعبادته ويفرغ نفسه لعبادته خلاص, لأن هو مشغول بالآخرة, فربنا يعينه على الدنيا, فيقوم يجعل الغناء في قلبه حتى لو فقير, ويخلي شمله يجتمع, يجمع له شمله كل متفرق, ربنا يجعله له سهل وما يبعدش في مشاكل, ولا يجعل مشاغله كتير ولا همومه كتير, ولا عمال يفكر في دي وفي دي وفي دي وفي دي من أمور الدنيا. لا, ربنا يجمع له كل ما كان من هذا الشيء المتفرق. قال جمع الله له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة, أتته الدنيا وهي راغمة, أي أتته أو أتاه ما قدر الله له من الدنيا وهي راغمة, يعني من غير جهد كثير منه, من غير سعي كثير, من غير سعي كثير. هو اللي جاي, هي اللي جاية, مش هو اللي إيه اللي رايح, هي اللي جاية من غير سعي كثير منه, وده موجود ما شاء الله. والله الذي لا إله إلا هو, أنا مش عارف ينفع, مش عارف. أنا عايز أقول موقف بس مش عارف, يعني أنا يحضرني مثلا موقف الآن فقط. أحد الإخوة صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه, ومن كانت الدنيا همه أي كانت الدنيا نيته وطلبه, جعل الله فقره بين عينيه, جعل الله فقره بين عينيه أي جعل جنس الاحتياج للخلق بين عينيه. يفضل طول حياته, نسأل الله العفو والعافية. وهذه الصورة كثيرة, كثيرة جدا في الناس, ما تسأله ولا تبحث ولا تكلمه إلا لما يشتكي, حياته كلها شكوى والعياذ بالله. جعل الله فقره بين عينيه, لماذا؟ لأنه عامل زي الحمار في الساقية, زي بيقولوا كده, مشغول بالدنيا فقط والعياذ بالله. ولذلك يفضل تعبان في الدنيا, وكمان الدنيا مش عايزة ايه, مش عايزة تيجي. لماذا؟ لأنه أخذها على حساب الايه, على حساب الآخرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل فقره بين عينيه.
وفرق عليه شمله، نسأل الله العفو والعافية، وفرق عليه شمله، يفضل متشتت في الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإمام الترمذي رحمة الله عليه، الإمام في الشرح يقول فرق الله شمله، أي مجتمع من أمره، مجتمع من أمره، يعني الله سبحانه وتعالى حتى المجتمع عنده يجعله إيه؟ يتفرق. يعني هو مش عارف يجمع، لا ده كمان المجموع يحصل له إيه؟ لأنه مشغول، كل حاجة مسخرها للدنيا، نسأل الله العفو. ودي سورة موجودة، بعضنا ممكن ينخدع يقول طب ما في بعض المجرمين تأتيهم الدنيا لحد عندهم. أيوة تمام، هؤلاء لابد أن تفهم أن هؤلاء دخلوا فيما هو أسوأ، دخلوا في قول الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متي. قال سفيان الثوري قال نعطيهم النعم وننسيهم الشكر. ربنا يديهم النعم وينسوا حكاية يشكروا ربنا دي خالص، ينسوها. فدول في استدراك، دول أسوأ وأسوأ. ده يمكن اللي هو ربنا بيفرق شمله والفقر ينزل عليه ومش عارف ايه، ده يمكن ده أسباب تخليه مع الوقت يعمل ايه؟ يرجع يقول هو ايه اللي أنا فيه ده، ده أكيد ربنا غضبان علي أو نحو ذلك، يقوم يرجع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، سبحان الله العظيم، إلا ما قدر له. تأملها كده، ما انتش هتاخد حاجة لو حتى عدت تعمل إيه بالذي إلا اللي إيه؟ إلا اللي هو قدر ليه، والمقدر له خلاص سبق الكلام عليه، اللي هو جعل فقره بين عينيه، خلاص ما انتش واخد حاجة. لماذا؟ لأنك خلاص انت ضيعت الآخرة، مشغول بالآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. وأبشروا، أبشروا والله، ولكن لا تتبجحوا على الله سبحانه وتعالى، أبشروا. يعني المشغول بطاعة ربنا في الأيام المحن اللي احنا فيها دي إن شاء الله بإذن الله على طريق جعل الآخرة هم، وإن كنا ضعاف، إن كنا في ذلك ضعاف، يعني همنا ضعيف قوي في الآخرة، لكن يعني أنا يعني أخشى، يعني أنا أقول أبشروا. لماذا؟ لأني أخشى أن بعض إخواننا ييأس، إلى نفسه فقير الحال، يقول أنا منهم. إن شاء الله بإذن الله، عسى الله اللي جعلنا منكم وإياكم منهم، لكن الإنسان على خطر طول ما هو يعني بيبعد عن الآخرة، يصير على خطر. تقترب من الآخرة لو الدنيا كلها راحت الحمد لله، قل اللهم ثبتني حتى ألقاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فيعني هذا ملخص يعني ما جاء في هذا الحديث المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.